نرمين صفر تترشح، والله احلل كان نرمين صفر رئيسة خلي تحكم بكم الكل، تترشح لرئاسة تونس. الله جبر. يعني اذا مش كادوري بنرمين صفر، ها معاكم نهربين. جوبرتاج ولا جينيور؟ والله معناتها انا نحبها كفنانه، معناتها ما تقلقنيش نحبها، كونتخيغ نرمين معناتها تعجبني فنها يعجبني، اما انا السياسه يزمو جيج مع جيج كومون دي معناتها جينيور معناتها جينيور هي وكادوريم وسواغمان وكل شيء معناتها مش نرمين كها. ورده انا نرمين نحبها واللي تعمل فيه محلاه يعني، واللي تعمل فيه طلع عليها وكل، وتعرف ترقص الحق يعجبني رقصها، كي قالت رقصي جننهم بالحق معناها خاطر ترقص مش نورمال. نحبك نرمين، اما اذا الشعب التونسي اراد ان انا نرمين صفر تصبح رئيس الدوله، وانا بطبيعتي بنت الشعب ومن عمق الشعب، نحب نقول نرمين راني انا من نجم نرشحك في حاله واحده، معناها بشرط نرمين تلبس حوايجها هكا. ما يعلق حد، ما يعلق حد، اموري هذاك رايي انا ونرمين، اموري انا ونرمين، انا نحب نرمين. ما يعلق حد تقول اسمه بالها يبدا به ماتران جوبرتاج ولا جينيور. انا باش نقول لك نوفل، نرمين كلمتني برشا مرات اي، وقالت لي راني باش نتغير، معناها باش تقدم فن راقي الى اخره. التصريح هذا والتصريحات هذه اللي نشوف فيها لا مسؤوله، لانه مهمه رئيس الدوله ماهيش في متناول اي كان. ثم اذا احنا باش تولي رئاسه الجمهوريه فيها رقص وفيها واحد، شنو نوليو الشعب كامل نشطحوا على طار بوفلس، من رئيس للصحافي للمعلم للبوليس، وهذا ما يجيش. تونس ما تتبناش بهالتصريحات هذه مع الاسف، تصريحات ونحترموا القامات ونحترموا المفكرين ورجالات الاقتصاد اللي هزوا الدوله لبر الامان. داكوردو، من حق كل انسان انه يحلم، لكن يحلم في حدود المجال اللي يعمل فيه. واضح، عندي ملاحظه بعد شوي. شو بارتاج ولا جينيور هيلا؟ لا هو من حقها ان تترشح راه، معلش نحكيو على الحقوق. اي معناها دستوريا عندها الحق. انا عندي سؤال في اللي انت زميلها، علاش الناس الكل خذوها اوسيريو؟ باش نسالك، ما خليتنيش نكمل اجابتي. باش نسالك وجاوبني، علاش الناس الكل خذوها اوسيريو؟ علاش حتى حد ما قال بالكش نرمين قاعدة تتمقعر عن الناس اللي قدموا ترشحهم الكل؟ تنجم بلتش تكون هي تسخر. إذا هي تنجم، إذا هي تسخر مقبول، ولا بوتيتر باش تعمل حاجة دون سو سونس، كليب دون سو سونس، فوالا بوتيتر تنجم. فهمت؟ حتى هي سبق وقالتها يا نوفل برشا مرات في بلاتوات، أما راقصة بلاتوات حتى نرمين صفر الريق اللي تعمل فيه طلع عليها كيف كيف راهو، فهمت؟ صحيح. واللي ما يعملوش غيرها معناها في الاخر اون فان كون. واضح ولادي، عيد تقولي غيرها شكون؟ شكرا لك، شكرا لك. يلا فما مؤسسات يا نوفل نحترموها بربي، فما مؤسسات نحترموها، المؤسسه التعليميه، المؤسسه نتاع الحكومه نتاع الرئاسه نحترموها، راهو لازم نحترموها. ما كانش اذا باش نستبيحوا كل شيء. معناها كلكم غرتوا تو من نرميك باش تولي رئيس الدوله. لا 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 نحترموها، لا لا نحترموها بمعنى هو حتى كان لا لا حتى كان هما طايح خضرهم توا، معناتها الناس الكل ولات تسب في كل شيء، هذيك علاش بنى لنا اي حاجه تنجم تصير، خاطر ما عادش فما احترام لا في الاعلام لا احنا مواطنين لا استاتويتنا، نجم نسب اي شخص في اي مكان بصراحه. سبين ولا من اسهل ما فما وحريه التعبير، كل شيء ولا مستباح، مستباح صحيح. اما فما حاجات، اما فما حاجات راهو ما تجيش ما تستقيمش يا خويا وزيره على الاقل، عليه رئيسه به نرجع شويه. ليه هو الضحك اللي قالت لازم تلبس حويجها، معناها كي تلبس ولي لاباس، كي تنزع تولي خايبه. رجعتي انت تولي انا لحظه، لا 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 هل هل نحكي معك ورده، نحكيو على موضوع اخر. اي جبت الحويجه. لا لا نحكيو على الفريب انا وياها، موضوع اخر. تحكي علي انا مريم سبح، باش تفدي مسؤوليه، انا ما فهمتش عليها والله، غريبه فيها. يلا بطران عاد مريم، سافي بيزير دو لو فوار دو لوت كوتي. اي مريم عملي عارك انت تو.